السلام عليكم خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم؟ نتوما على خير. عواشر مبروكات، كلكم بالرزق والتيسير والصحة والعافية، ويدخل عليكم رمضان بالصحة وكل ما تترجى شي حاجة يحققها ليه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. غادي نقدم معكم بريوات بغميسيل والدجاج، نتمنى يعجبكم وتكتبوا لي كومنتير وديروا لي لايك واشتراك. هذا فضلا ليس امرا، والله يجازي كل من تيشترك ويدير لايك. اليوم غادي نصايب معكم هاد الدجاج، هذا باغي نصايب به البريوات. غادي نشرملو دابا ونخليه مرقد على الاقل واحد ساعه ولا ساعه ونص، ولا بيتوه يكون احسن. غادي ندير دغيا، ندير المقادير وكلشي. عندي هنايا القزبور والمعدنوس، الدجاج راه غسلته مزيان بالحامض والملحه وخليته حتى نشف. هذه الثومه، جوج دروسات صغار ديال الثومه، هذا الحامض مصير او مرقد، اللي غير هاد اللب ديالو، الكميه ديال الدجاج كل واحد يدير القدر اللي بغى. الا بغى يدير غير الصدر ديال الدجاجه بركه، راه صافي، على حسب الاسره اللي عنده او على حسب الكميه ديال شحال بغى يدير من بريوه. انا درت هنا دجاجه ودرت الصدر ديال الدجاجه ودرت جوج فخات. دابا غندير جوج معالق صغار ديال لي موطارد، تيجي في الدجاج زوين. الملحة ندير غير شوية، معلقة صغيرة حتى هي، والمعلقة اللي تنعبر بها راه صغيرة، غير ديال القهوة صغيرة. أنا عندي البزار حار دقاه على يدي، معلقة معلقة ديال الخرقوم البلدي، نديرو معلقة ونص. الدجاج يبغي سكين شبير. دابا درت معلقه وغادي نزيد معلقه واحده اخرى حتى هي. وغادي ندير هاد المعلقه هكا عامره ديال السمن الملح حار، وصافي. هادو هما المقادير. ما غاديش ندير سميتو، ما غاديش ندير الزيت حتى ما نبغي نشرملو، عاد ندير ليه الزيت، غنكتفي غير بالسمن. دابا هاد المقادير كاملين تنتبلو بهم هاد الدجاج. الدجاج ديال الطياب وهذا تندقو ليه القزبور والمعدنوس، اما هذا ديال البريوات غير قطعت ربيع ودرتو. دابا غادي نتبل هذا ونغطيه ونخليه فحال هكايا حتى من بعد نرجع معكم فاش نكون غنطيبو. دابا رجعت معكم البنات باش نحطو الدجاج يطيب. دابا غادي نديروها، هو راه خليته هنايا بعد ما رقدتو
غادي نديرو يطيب. انا غير في هي عندي دجاجة دي دجاجة وهذا الصدر ثاني ديال الدجاجة، وهذا غير الفخاد ماشي دوك السيقان ديال الدجاجة واحدة اخرى، هي قول دجاجة ونص. دابا غنديرها هنا طيب في هاد الكوكوط ديال الطوم، حيت مطيبة معاكم بها اللحم ديال الراس، دايرة بها طيبت فيها الراس طنجية راه زوينة هاد الكوكوط، نطيب فيها كلشي. تتجيب في الطياب تتجيب بحال اللي تطيب على الفاخر، كاين شي طياب فيها زوين بالمهل. بعد ما درنا البصله هنا فوق الدجاج نخليه يطيب على المهل. لا لاحظت قبيله راه ما درتش الزيت، دابا غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون فاش يتشحر. وغادي نزيد شويه ديال الزعفران الحر، شويه ديال الزعفران الحر تيدير مذاق زوين. صافي وغنخليها طيب على خاطرها. صافي دابا كلشي كاين فيها، نخليها طيب بعد ما تبدا تشحر وعاد نعاود نرجع نكمل معاكم. دابا راه هي راني مريكلها على 20 دقيقة. صافي غنخليها غير واحد شويه غادي تسخن، غتسخن ليا هاد الطنجره اللي عاد حطيت، وغادي تبدا تغلي. هذه هي الكوكو، هذه هي الصفاره ديالها منين تتنفس، ومن هنا تتورك عليها لي هكا هي باش تتحل هاك، ركو عليها هكا باش تسد زوينه، تتريق ليها على الوقت ديالها وصافي. الوقت اللي رقلتها عليه فاش يوصل الوقت تطفى وتتبقى تعلمك، تتبقى تصوني بان راها صافي راها حبسات. وفيها الروز، فيها الكيكه، فيها الفلو، فيها الرايب، فيها كلشي كلشي كاين فيها، بزاف ديال الحوايج تديرهم، الروز، السوبا، بزاف د الحوايج زوينه في الحقيقه، تتنفعك شي نهار متخولك البوطه ولا شي حاجه تتلقاها موجوده. او بدات تشحر، نحط البصله لتحت باش تطلق الماء. هذا بشويه غادي يطيب، بلا ما بلا والو، غير دابا صافي غير هبط ديك البصيله هي اللي غادي تبدا تطلق الماء حتى نولي نحركها. الا خاص هذا الماء ندير ليها نص كاس ديال الماء. دابا طيب غير هكا هي غير في البصله. صافي تشحرات بدات يطيب او تشحر، تكيتو هكا باش يخرج منو الماء من الفخيضات وكلشي،
هنا كاينه غايه هي الوصلات القاتلمه ديالها هو اللي سيبان لكم هنا. دابا غادي نزيد هاد القشيرات ديال الحامض المسير صافي، نخلي حتى هي هذا غير الماء ديال البصله. هكا هي غادي نقي مقاد حتى يطيب ونعاود نرجع معكم ونكملو هادشي ديال البريوات. دابا الدجاج راه طاب، ها هو غادي نحيدو، نحيد دابا هاد الدجاج اللي نخليه يبرد باش نفردتو. ومن بعد نخلي ديك المريقه تزيد تشرب، خاصها تنشف مره حتى يولي يبقى فيها غير الزيت، هي ديك الزويته اللي درت. راه واحد الحاجه ما قلتها لكمش، انا كما كانتش عندي موجوده، اللي عنده العطريه ديال الدجاج يديرها، انا اكتفيت غير بالعطريه وبالزعفران، واللي بغى يزيد حتى ديك التوابل ديال الدجاج ولا العطريه ديال الدجاج ولا شنو يزيدها حتى هي تزيدها اللذه. الدجاج راه طاب تبارك الله حتى تفرتت صافي. دابا نخلي هاد المريقه حتى تنشف، نرجع نشعل عليها ونخليها حتى تنشف. ها هو الدجاج دابا، دابا هاد الدجاج نخليه يبرد، ومن غيبرد غنفرتو تنعاود نرجع معاكم. دابا راه طاب هانت كلشي طاب مزيان. شوف دابا مني بقات غير هاد المريقه هاكا خاطره، غادي نزيد عليها هاد الشعريه الصينيه بعد ما نقطعها بالمقص، راني رقدتها في الماء، رقدتها في الماء سخون وخليتها حتى تبطرات من الماء. دابا غنقطعها وغادي نزيدها في هاد المريقه باش تشرب وغادي نزيد معلقه ديال الهريسه حتى تعطيها اللذه، وغادي نزيد هاد السلافه ديال الزيتون الخضر مقطع هكا دوائر باش يتشحروا. خليتها تنشف، ضروري تنشف، ومن بعد راه غادي نحيدها مني غادي تنشف هكا. علاش درتها؟ حيت كيف تعرفوا هاد الشعريه الصينيه باسله، درتها في هاد المريقه باش تزيد تبنان شي شويه. واخا تشوفوا هكا هي نشفات، ضروري ديروها ديروها في شي شبكه وتخليوها تسقطر.
الشكل ما ديالها كله حيد باش ما يقطع ليناش العجينه. غادي نزيد عليها هاد الشويه ديال الربيع باش يعطي المذاق. دائما تيكون المعدنوس اكثر من القزبر. صافي نخليها فحال هكا واحد شويه حتى ما تشرب ديك البنه ديال الدجاج وديال الشرموله وديال هذيك الهريسه اللي درت. ونمشي نفرتت الدجاج. الدجاج صافي تنشدوه فحال هكا تنبداو نفرتوه هكا يا هاد. صافي عادي الدجاج حتى هو يكون ناشف ما يكونش فيه الماء، حيت اي ما ديال اي حاجه غادي يقطع لينا الورقه. دابا غادي نكمل الدجاج بالتقطاع ونعاود نرجع معكم. دابا زدت شويه ديال الفرماج احمر تيجي لذيذ. ديك الكميه اللي كانت عندي ديال الدجاج راه ما درتهاش كلها. انا راه ما كثرتش الهريسه بزاف، واللي بغى اللي بغى الحار يديرو. العلو الدولاتي ما تيبغوش الحار. درت غير معلقه تشدوها قداش غير باش تبنى وصافي. الجهه الحرشه هي اللي تتكون هنا والجهه الرطبه تتكون من تحت باش ما نعجن ليها تنهزو الزيتون والدجاج وكل شيء. ماشي نبقاو نهزو غير الشعريه. الورقة خايبة، الورقة غير شريتها ما صايبتهاش. هنا عندنا هنا فرزاسات ما كاينش المحلات كتار ديال الورقة، كاينين عندنا قلال. ما زويناش الورقة، ما زوينة كاع. هذا غير الماء والدقيق هكا كتلصقوا بها هنايا وتنجيبو هادي تنديروهم. انا حاولت نديرهم كبار. ندير معكم واحده اخرى. نديرو هاك يعني شفت الورقة كيفاش شطرة ليها غير مسعفة معاها وصافي. نحاول نحيد هاد اللي يابسة هاكا، نحيدها بالمقص. ندير شويه ديال الدقيق باش تلصق. انا راه ما درت لهاش الزيت، راه هما اللي داروا لي هذاك الزيت كثير. اللي بغى يجيبها تكون زوينه وما تكونش هكا عامره بالزيت بزاف، تدير واحد زليفه فيها الزيت وتدهنوها بالزيت هي الاولى. الا كنتو غديروها في الفران باش تجي مقرمشه، الا كنتو غادي تقليوها تديروا الزبده ذايبه وتبداو تدهنوها يا في الفران يا في سميتو. ها هما خوتي وخواتاتي، بعد ما كملت البريوات قليتهم، قليت غير هاد الشويه هذا باش يذوقوا وليداتي. الاخرين راه خبيتهم في الفريكو لانش
صايبت هذا الفيديو بنهار قبل من رمضان، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والعافيه. على وداش باش ما نطولش الفيديو، هكشي علاش ما بينت لكمش راه كنت نقليهم. انا قليتهم ما درتهمش في الفران، قليتهم في الزيت، ومره اخرى ان شاء الله ندير معكم بريوات وحده اخرى تيداروا في الفران. وبسلامة عليكم، وتنقول لكم مره واحده اخرى عاوتاني عواشر مبروكه ورمضان كريم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.